مستمرين وياكم من منطقة وادي سحم، سوالف وعلوم وحكايات وأسرار في وادي سحم، سواء في الكهف أو في غبة السحر، بنعرفها من سالم علي اليليلي اللي بيقولنا عن أسرار وعلوم وحكايات عن الثنتين اللي طريناهم. تعالوا معاي وشوفوا. يا مرحبا ابو عبيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابو عبيد حالك طيب؟ نعمته بخير. يا مرحبا الله يحييك. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك. الله يحييك. فتعلمنا اليوم اظني عن الكهف وعن الاسرار وادي سام كلها باذن الله ان شاء الله. والغبه هاي غبه السحر. غبه السحر. نعم نعم، هذه نبي نعرف عنها. بنعطيكم معلومات ان شاء الله حسب ما عرفنا وسمعنا عن هاي الغبه. نعم بنعطيكم معلومات اللي نعرف عنها. تعال اطلع باذن الله. تفضل. ابو حسن. يا مرحبا سالم. وانت من اهل وادي سحم. نعم. اكيد خلينا بنقول اسرار وعلوم وسوالف وادي سحم كلها عندك. نعم. زين، نحن الحين في هذا الكهف. نعم. هذا الكهف شو يسموه؟ هذا يسمونه كهف العتمي. العتمي. نعم. ما له اسم غير. لا لا ما له اسم غير. كهف العتمي. حتى اللوحه اللي موجوده على نعم الطريق. زين. نعم. الكهف هذا خبرنا عنه، يعني شو كان هذا؟ والله هذا كان الكهف هذا بمنزلة خيمة، بمنزلة منزل يعني. سكن يعني سكن. هي نعم. سكن مرة. مرة سكن الناس يسكنوه. يقولوا الشباب الأوليين إنه في واحد تزوج وسكن هنا في هالمكان. سكن في هالمكان. في هالمكان نعم. مكان طيب. مكان طيب. يعتبر قبل نعم. يعني خلينا نعم. بنقول. نعم. بيت زين. بيت نعم في الصيف نعم. إنه. يحمي يعني عن المطار وعن الشمس وعن نعم. الهواء وعن كل شيء. نعم نعم. لأن الأوليين سبحان الله يحصلون نعم. شيء نعم. من نفس البيئة ويستفيدون منه يسوونه. صحيح. يعني أنت سمعت ولا لحقت؟ لا والله أنا ما لحقت، ولكن سمعت. سمعت إن حد سكن هنا. نعم، ومن الجماعة ومن حميد أبو عبد الله اللي صاحب المكان. نعم. هو اللي حدثنا عن هذا المكان، وهو اللي رمم هذا المكان. وقال ان هذا الناس ساكنينه قبل، ومثل ما تقول هذه بيت كامل عباره، هذا المكان اللي يسوون فيه الاكل. نعم. و اي والله مكان الاكل نعم. والهواء وكل شيء والنوم والمكان هذا في المكان. في المكان. نعم. في قربه شيء بعد كهف حد ساكن ولا شيء ولا؟ هني تقريبا ما شيء، كهوف ان هني ما شيء. انا اشوف هناك في كهف عود. في كهف عود لكن ما مسكن. ما مسكن. يعني. لا لا ما مسكن. هذا المكان. هذا المكان اللي هو سكنه. نعم. سكنه. صحيح. زين. هذا الـ 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 المكان كانت قربه في سكنه غير منه قريب كان سكنه هنا. في سكنه. وين السكنه؟ في سكنه مره على يساركم منها. ايه مره على اليسار في حوامي يسموها نعم. سابقا حوامي اللي هو ساكن فيها ناس. ساكن فيها ناس. نعم نعم. يعني قرب نعم. هذا المكان. نعم. ابو حسن. نعم. في مكان ثاني عندكم مشهور يسمونه غبه السحر. نعم غبه السحر صحيح. نعم. نعم. هذا المكان وين؟ هذا المكان في وادي سحم هناك فوق قدام هي وادي نعم. سحم في منطقه في شعب المنطقه هاي اسمها شعبه سرور. شعبه سرور. شعبه سرور المنطقه هاي يسموها شعبه. نعم. فاسمها شعبه سرور. فهاي غبيب السحر موجوده هنتين، واحده كبيره واحده صغيره. غبيب السحر. غبيب السحر هي نعم. يعني الغبه وبعدين غبة واحدة؟ نعم. إذا كانت أكثر واحدة قال غبيب. غبيب الصحر. نعم. هي نعم. وهذا يتم المفيين وايد؟ يتم فيين خاصة سابقاً يعني في الزمان السابق. نعم. ما يمحل المول. ما يمحل المول. ما يمحل المول. يعني كان هالبلاد هالوادي سام يستفيدون من هاي الغبة بشيء؟ هي نعم. مثل؟ يستفيدون مثلاً إنهم طال عمرك يسبحون هناك. يسبحون. يتعلمون السباحة لأنه هذا مكان كبير تقريباً. مكان كبير. هي نعم يتعلمون السباحة. إحنا يوم كنا صغار نصير نسبح هناك نتعلم سباحة في هذه. في هاي الغبة نعم. نعم. لكن خطرة هي ولا عادية وخطيرة يعني؟ بالنسبة للغبة الكبيرة هي خطرة. هي. إذا تنزل تحت نعم. في كهف مثل هذا الكهف تحت. وإذا تلاقيت تحت وإذا تلاقيت تحت ما تظهر. ما تظهر. أيوة. فسموها غبة السحر لأنه شخص من الأشخاص صار يسبح وغرق تحت. لما غرق تحت صار وين؟ تحت الكهف. ما يدري إنه في كهف تحت لأنها دائما تكون نعم. أول متروسة من الماء. نعم.
فما يدري انه في كهف، ولما تصير صار لما طلع يضرب الكهف في الراس ما قدر يطلع، مره مرتين يحاول يعني عده محاولات وبعدين توفى. زين وادي سهم اكيد فيها حكايات واسرار، علمنا شو بعض الاسرار او الحكايات او صار شيء في وادي سهم اللي يخلي مثلا انه يمكن تعرفه نحن ما نعرفه والثاني ما انتشر، في شيء؟ في شيء طال عمرك حصاء اسمه حصاة الصن. ايوه حصاة الصن. حصاة الصن هذه في راس الجبل هذا. نعم. اللي هو عدال بعد شوي بعد هذا. هذه شو تسوي؟ هذه تسوي طال عمرك اذا كان حد مثلا جاء دغش البلاد وقاموا يدقوا الحصاة هذه، لما يدقوا هاي تسوي صوت. صوت. صوت ينسمع من جميع البلاد هنا. سبحان الله. سابقا ما كان في ما كانت في اصوات كهرباء واصوات كذا وكذا. هذه الحصاة؟ اي نعم. تسوي رنين. هي تسوي رنين نعم، وتنتبه الناس انه في شيء. في شيء خطا. يا انه في حد مثلا مريض وطاح هناك، يا انه في حد داغش البلاد غريب. نعم. او ما الى ذلك، المهم يعطي انتباه لاهل المنطقه انه هذا في خطر قادم. في خطر في هذا المكان. او نبغي المساعده. هي نعم نعم نعم. جزاك الله خير ابو حسن. جزاكم ما قصرت. واجب. وفيت وكفيت. احنا طال عمرك هاي معلومات بس نسمعها من شبابنا السابقين وكذا، نتعلم نسمع من عندهم التراث الاولي والمعلومات السابقه وكذا، لكن احنا على الزمان السابق ما لحقنا طبعا. ما قصرت. نعم. اعطيتنا اشياء نحن شو بقول لك ما نعرفها. الله يجزيكم خير. الواجب نعم نعم نعرف عن منطقتنا وعن اهل منطقتنا وعن عادات وتقاليدنا في هذه المنطقه.